السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رايحين دلوقتي إن شاء الله على يقينا السفر بإذن الله إلى الإسكندرية. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل وأظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إن شاء الله يكون اليوم بإذن الله نافع، ربنا ينفعنا وينفع بنا، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص يعني، نسأله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا ان شاء الله كده. ايه نحاول نصور بعض اللقطات يعني كده اثناء الرحله واثناء اليوم يعني والفعاليه يعني المحاضره، نستطيع ان شاء الله ان نصور المحاضره بحيث ننشرها باذن الله على قناه اليوتيوب بعد كده باذن الله.